السلام عليكم أعزائي الطلبة، حبيت فقط ننبه فيما يخص حساب لو ديفلوبون ليميتي دو لا فونكسيون ألان دو إكس بليس دو، وكل دوال اللي تشمل الشكل تاع ألان دو أن بليس أو. دونك جو نديرو ديفلوبون ليميتي وفازيناج دو زيرو على الأوردر دو. الكثير من الطلبة يديرو ألان دو إكس بليس أن بليس أن، يقول لك أني حايب نكتب الدالة هذه ألان دو إكس بليس دو من الشكل ألان دو تي ولا ألان دو أو بليس أن، ثم يجي يطبق القانون هذا تاع لو ديفلوب، ماشي القانون يعني المساواة تاع ديفلوبون ليميتي تاع ألان دو أن بليس إكس، وما عاد هنايا يدير ألان دو أن بليس تي يعوض لي هنا. هاد الطريقة يا أعزائي الطلبة خاطئة. لماذا خاطئة؟ لأنه المتغير ألان المتغير اللي خداه الطالب اللي هو تي تي يساوي اكس بلس 1 il tend vers 1، يعني كون اكس tend vers 0 تي tend vers 1. وحنا باش نستعملوا لا ليست دي ديال هذه لازم يكون ديفلوبون ليميتي يوزوال اون 0، لازم يكون اون 0 ماشي il tend vers 1. دونك هذه الكتابة خاطئة، واتمنى اني ما نلقاش في الاكزامان ولا في التست. دونك الكتابة الصحيحة هي انه نديو 2 عامل مشترك، ثم عندي خواص الان ان دو ا فوا بي تساوي ان دو ا زائد ان دو بي، ومعد وش يولي عندي ان دو هذه ننساه خلاص نخليه ونجي نخدم هذه عادي. دونك بلس الاكس ولا عندي اكس على 2، نطبق ديفلوبمون ليميتي تاعها ونحسب عادي. هنا المتغير U يطون فير زيرو كون X يطون فير زيرو، دونك ما عنديش الإشكال اللي كان عندي هنايا. وإذا مثلا في الإكزام مدلكم لوغ راح ينطبقوا نفس القانون تاع الألان، فقط بلس اللوغ هنايا بلس الألان عفوا راح نلقى لوغ دو دو هنا لوغ دو أن بليس إكس سور دو.